السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم حل تمرين المعطى في الاختبار الأول إذا قبل تقديم الحليب للرضيع تسكب الأم بعض الكمية على جلد الجهة الظهرية ليدها يعني الجهة الظهرية ليدها لماذا؟ لتقدير حرارة الحليب إذا تقدير حرارة الحليب التعليمات ماذا يعتبر الحليب في هذه الحالة؟ ثم حدد نوع المستقبلات الحسية في جلد الجهة الظهرية للجلد ثم يتم إدراك الإحساس بالحرارة في المخ مثل بمخطط بسيط العناصر المتدخلة لإتمام هذا الإحساس بالحرارة إذا تلاحظ أنه في كل مرة الاستاذ راه يتعمد على كلمه الحراره لاحظ الاحساس بالحراره الحراره تقدير الحراره اذا هنا ماذا يعتبر الحليب في هذه الحاله في هذه الحاله الحليب اكيد راه منبه اذا منبه نوع المستقبلات الحسيه في جلد الجهه الظهريه للجلد يعني لماذا الام اعتمدت على الجلد الجهه الظهريه للجلد القرن لتقدير حراره الحليب وبالتالي المستقبلات الحسيه المتواجده بكثره اللي هي مستقبلات رافيني اذا مستقبلات رافيني ثم يقول لي يتم ادراك الاحساس بالحراره في المخ اذا الاحساس بالحراره يتم ادراكه في المخ وبالتالي هنا ايضا اعطاني المفتاح الاحساس بالحراره وهو حس شعوري او احساس واعي اذا يترجم او يفسر في المخ اذا بالتالي اعطينا مخطط بسيط للعناصر المتدخله لاتمام هذا الاحساس اذا تلاحظ انه في التمرين أعطينا اعطى لنا عنصرين اولا الجلد ماذا يوجد بالجلد أه؟ ثم اعطانا التفسير اللي هو في المخ بالضبط في القشره المخيه اذا نكتب المخطط اولا الجلد او العضو الحسي به مستقبلات رافيني هنا الجلد رايح يلتقط التنبيه والتنبيه لازم يكون فعال اذا منبه فعال اذا قلنا الجلد يستقبل هذا المنبه ويحوله بشكل رساله عصبيه ينتقل عبر الناقل العصبي اللي هو عصبون حسي او ناقل عصبي حسي إلى أين؟ إلى القشرة المخية اللي هي بالضبط في ساحة الإحساس العام لأن الإحساس العام عنده علاقة بالجلد إذا هذا فيما يخص عد... عفوا لم أكتب العنوان دائما أعطي لي رسم تخطيطي أو مخطط دائما نجاوب ونكتب دائما رسم تخطيطي ولا مخطط بسيط يمثل العناصر المتدخلة في الإحساس بالحرارة الآن التمرين الثاني ثانيا بعد حقن فأر بمادة مشعة مباشرة في إحدى أوردته مكنت الملاحظة المجهرية لنسيج هذا الفأر من إنجاز رسم رسمي الوثيقة واحد إذن وثيقة واحد يمثل إنتشار مادة مشعة أما الوثيقة إثنين جدول مقارنة لتركيب البلازما والسائل البيني، تعليمات أولا ضع البيانات مكان الأرقام وبين أهمية تجديد السائل البيني، إثنين علل المقولة التالية السائل البيني وسط عيش الخلايا ويكمل وظيفة الدم، ب ماذا يمثل مجموع كل من ألف وباء وجيم ج إذا دائما يا أطفال آه، الإجابة تقريبا يخي فهم السؤال نصف الجواب دايما الإجابة راهي يعطيها لك في السياق أو مش كامل وإنما يعطي لك آه مؤشر آه أو توجيه للإجابة تاعك كذلك الأسناد آه آه ما دام يعطيك وثائق أنت انطلاقا من الوثائق تقريبا راح تلقى الاجابه تاعك اكيد راح تزيد بعض المكتسبات اللي اكتسبتها في القسم الان مثلا هنا يعطيني هذا السند ويقول لي انتشار ماده مشعه اين حقنت الماده المشعه قال لي في احدى اوردته وحنا عرفنا ان الوريد هو وعاء دموي إذا لو كان نشوف هنا الوعاء الدموي هو الذي حقن فيه المادة المشعة إذا هنا عندي مفتاح أو إجابة لسؤال زيد أه قلنا جدول مقارنة لتركيب البلازما والسائل البيني إذا البلازما تلاحظ فيها مكونات الماء الايونات جلوكوز احماض امينيه احماض دسمه فترات ازوتيه السائل البيني تقريبا تقريبا نفس المكونات وبالتالي من اين حصل السائل البيني على هذه المكونات من بلازما الان يقول لي ضع البيانات مكان الارقام انا الرقم واحد ماذا يمثل هو هذا السائل الأصفر المتواجد في الدم بمعنى رقم واحد ما هو إلا بلازما إذا رقم اثنين ها باللون الأحمر وهو موجود في الوعاء الدموي أيضا رقم اثنين هو كرية دموية حمراء الآن قلنا بين أهمية تجديد السائل البيني يا ترى ما هو الدور السائل بيني اذا هذا الوثيقه راح توضح لي ما دام كانت الماده المشعه داخل الوعاء الدموي ثم بعد مده من الحقن وجدناها بين الخلايا معنتها خرجت من الوعاء الدموي الى الخلايا من الذي اخرجها هو السائل البيني اذا ما هو دور السائل البيني لماذا يتجدد السائل البيني ينقل المغذيات والاكسجين الى خلايا الجسم ويخلصها من الفضلات والفضلات الازوتيه وغاز سيودو 2 اذا لماذا يتجدد السائل البيني ليضمن وصول كل من المغذيات والاكسجين الى الخلايا وطرح غاز co والفضلات الازوتيه الان قلنا علل المقولة التالية السائل بين وسط عيش الخلايا ويكمل وظيفة الدم ما دام التعليم الأولى قلنا أعطينا البيانات قلنا رقم واحد هو المصورة أو البلازما وحنا نعرف أن البلازما تنقل المغذيات والغازات التنفسية لكن غاز سيودو بنسبة كبيرة وغاز أكسجين بنسبة قليلة إضافة إلى فضلات أزوتية بمعنى هنا المصورة وش راح تجيب للخلايا في الدم راح تجيب لها المغذيات ونسبة قليلة من الأكسجين الآن ماذا تنقل الكريات الدموية الحمراء راح تنقل للخلايا غاز الأكسجين بنسبة كبيرة لكن نعلم ان الخلايا او الكريات الدمويه الحمراء لا تستطيع الخروج لانها شكلها ثابت بالتالي من يقوم بهذه المهمه هو السائل البيني لذلك نقول ان السائل البيني يكمل وظيفه الدم كيف يتشكل هذا السائل او كيف يخرج يخرج انطلاقا من جدران الشعيرات الدمويه بعمليه الترشيح الان بعد ما يترشح يعني يخرج يأخذ معه كل من المغذيات والأكسجين إلى الخلايا وهذه الأخيرة راح تطرح فضلاتها رايح يخلصها منها ويأخذها إلى الدم الآن ماذا يمثل مجموع كل من ألف وباء وجيم بالنسبة للتلاميذ اللي ما لاحظوش ما قدروش يجاوبوا على هذه الأسئلة قلت لكم الإجابة راهي في العنوان في الأسناد إذا قلنا إحدى أوردته أو الوريد ما هو الوريد قلنا هو وعاء دموي إذا أ ها هو الدم المتواجد في الوعاء الدموي با ها با هو اللمف أما جيم ما دام هدرنا عليه بزاف اللي هو السائل البيني إذا أ با جيم مجموعه هو الوسط الداخلي الآن نجي نكتب الإجابة اذا نكتب الحل ضع البيانات مكان الارقام اذا رقم واحد البلازما رقم اثنين كريه دمويه حمراء اهميه تجديد السائل البيني هو يجلب المغذيات والاكسجين للخلايا ويخلصها من غاز الفحم CO2 والفضلات الازوتيه تعليل المقوله اذا تعمل الكريات الحمراء على نقل الغازات التنفسية اللي هي غاز أكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز الفحم أما البلازما تنقل كل من المغذيات والغازات اللي هي غاز الفحم بنسبة كبيرة وغاز الأكسجين بنسبة قليلة إضافة إلى الفضلات وتوزعها على خلايا الجسم يعني نقصد البلازما تنقل المغذيات والأكسجين أما الكريات الحمراء تنقل الأكسجين توزع على خلايا الجسم الان يقولنا الا ان هذه الاخيره لا تتواجد على تماس مباشر مع الاوعيه الدمويه لذا يتدخل السائل البيني لاستكمال وظيفه الدم فيخرج عبر جدار الشعيرات الدمويه بالترشيح فيغمر جميع خلايا الجسم ونتيجه لتجديده الدائم فانه يزود خلايا الجسم بالاكسجين والمغذيات ويخلصها من فضلاتها الان با ماذا يمثل مجموع كل من ألف ب جيم اذا يمثل مجموع كل من ألف ب جيم ألف هو الدم با اللنف وج السائل البيني مجموع ما هو الوسط الداخلي اذا تعريفه ما هو الوسط الداخلي هو سائل يؤمن الاتصال بين خلايا الاعضاء والوسط الخارجي هذا الوسط يكون في حركه دائمه ويمتاز بالثبات ميزه الوسط الداخلي ان مكوناته ثابته